هذه الجهود أثمرت، أنه كان عندنا قبل شهر نتكلم عن 13 مصنع للمعقمات، اليوم نتكلم عن 35 مصنع في المملكة العربية السعودية للمعقمات. في الأسبوع تنتج 1,441,000 تقريبا لتر من المعقمات. المصانع أيضا الكمامات وصلت إلى 8 مصانع وتنتج طاقة استيعابية للكمامات قرابة 3.5 مليون أسبوعيا. إذا نتكلم اليوم عن الصيدليات والمستودعات، فحنا نتكلم برضو عن عدد كبير جدا من التوفر اللي موجود. الصيدليات اليوم يتوفر فيها أكثر من 1,047,000 معقم، وأيضا يتوفر فيها قرابة 20 مليون كمامة من مختلف أنواعها. الوصول لها جدا سهل، الهيئة العامة للغذاء والدواء أتاحت رابط في الموقع الرئيسي لها على الإنترنت، باستطاع الجميع الدخول على هذا الرابط والحصول على وين الصيدليات اللي متوفر فيها الكمامات أو المعقمات، وأيضا في اللوكيشن، وأيضا بإمكان الوصول لها أيضا عن طريق تطبيق طمني، وهذا التطبيق مهم جدا لجميع المستهلكين، يسهل حقيقة الوصول إلى الكمامات والمعقمات. دائما المعقمات لما نعلن عن التحذيرات فيها فهي واحدة من الثنتين، إما تكون المعقمات فيها مواد يعني لا تؤدي فاعليتها، المواد نفسها ما تكون فعالة في قدر الجراثيم، أو تكون فيها مواد محظورة ولا يمكن استخدامها للمعقمات، وبالتالي نعلن عن هذه التحذيرات.